ما الفرق بين النسر وبين الصقر وبين العقاب؟ هل حقا تقوم النسور بقتل نفسها؟ ولماذا تفعل هذا؟ وهل النسر من الطيور القاتلة أم أنه لا يقتل؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هل النسر قاتل؟ هل النسر يقوم بقتل الفريسة؟ كلا، إن النسر ليس قاتلا، فهو يأكل الحيوانات النافقة الميتة أو الحيوانات التي ماتت بسبب الأمراض. وهذا أول فرق بين النسر وبين الصقر وبين العقاب. وكما ترون في الصورة، الفرق بين النسر وبين الصقر وبين العقاب، يتميز النسر برقبته الطويلة التي تميزه عن غيره من الجوارح، فهو يتميز عن الصقر وعن العقاب برقبته طويلة الصلعاء التي ليس عليها ريش. النسر من بين أعظم الجوارح ومن بين أعظم الطيور ضخامة في الحجم والوزن. إنه طائر لا يرضى بالعجز والضعف أبدا، فإذا شعر النسر بالضعف والعجز وضعف قدراته فإن ذلك يجعله يقدم على الانتحار. عندما يتقدم النسر في السن فإن ريشه يصبح أكثر وقدرته على الطيران تقل، وكذلك يصبح منقاره أضعف، والانتحار إما يرجع لأسباب نفسية حيث يشعر الطائر بالعجز، يشعر بضعف حاسة البصر عنده، ويشعر أيضا بضعف منقاره، وكذلك بضعف قدرته على الطيران، فيصاب بالاكتئاب ويقوم بإلقاء نفسه من أعلى مكان، وذلك بضم أجنحته وأن يقدم رأسه إلى الأمام فيسقط وقد تحطم. ويجب أن نعلم أن النسور من الطيور المعمرة، فقد يصل عمره من 40 سنة إلى 45 سنة، وقد يصل إلى 100 سنة. فبعض أنواع النسور لا تقدم على الانتحار ولا تفعل ذلك حتى تصل إلى 100 سنة، فتموت موتة طبيعية. ولقد سجل العلماء أن النسر قبل أن يقدم على الانتحار يقوم بخطوة ومحاولة منه للبقاء، وهي محاولة التجديد، فيقوم النسر بنتف ريشه كله، ويقوم كذلك بتحطيم منقاره، وهذا يسبب له ألما بالغا. وهذه محاولة منه للتجديد لكي يجدد قدراته، لكي يخرج ريش جديد يكون أقل كثافة ويمكنه من الطيران بشكل أقوى، كما ينمو له منقار أصغر وأقوى. أما عن غذاء النسر فهو من الطيور الجارحة التي تتغذى على اللحوم، والنسر هو المنظف للطبيعة، فهو يتغذى على اللحم وعلى الميت من الطيور وعلى اللحوم المتعفنة، يتغذى على الطيور والحيوانات التي تم قتلها بالفعل أو حتى ماتت بسبب الأمراض. حتى لو أنه اصطاد الفريسة فإنه لا يأكلها وهي حية، وإنما يتركها حتى تتعفن، بل إنه يأكل الميتة ويأكل اللحم العفن حتى لو ماتت الفريسة ومضى على وقت موتها أكثر من 3 أيام. لكن كيف يتغذى النسر على هذه اللحوم المتعفنة المليئة بالفطريات والطفيليات والبكتيريا، ومع ذلك لا يتأذى ولا يصاب بالأمراض؟ إن الله سبحانه وتعالى الخالق المبدع قد منح النسر عصارة هضمية هي الأقوى من بين الطيور الجارحة. العصارة الهضمية أو حمض المعدة
موجود عند الإنسان ولكنه قليل، لكن عند النسور مختلف تماما، فهي صاحبة أشد معدل حموضة على الإطلاق. بل إن نسبة الحمض الموجودة في معدة النسر تستطيع أن تذيب بعضا من أنواع المعادن. فبمجرد أكل النسر لهذه الجثث المتعفنة وهذا اللحم المنتن المليء بالبكتيريا والطفيليات والأمراض، فإن العصارة الهضمية عند النسر قادرة على أن تتخلص وتقتل كل هذه الطفيليات والبكتيريا. بل إن النسر يقوم بإخراج فضلاته على رجليه كنوع من المطهرات لما فيها من الحموضة العالية التي تقتل البكتيريا والطفيليات وتساعده على منع انتشار الأمراض. إن الله خلق النسر لوظيفة معينة، وهي أن يقوم النسر بتنظيف الطبيعة والبيئة من فضلات الجثث والحيوانات التي ماتت. وقد تتسبب هذه الجثث وهذه الحيوانات التي ماتت في تلوث البيئة وفي المساعدة على انتشار الأمراض. فهيأ الله للكون هذا المنظف الطبيعي، إنه النسر الذي يأكل الجثث المتعفنة، بل إنه حتى ولو اصطاد لا يفضل للفريسة وهي حية، وإنما يتركها حتى تتحلل. أما عن وزن النسر، ذلك الطائر العملاق، فوزنه ضخم، فهو من أضخم الطيور، فقد يزن وزن النسر إلى 10 كيلو أو 15 كيلو، وهذا وزن ضخم كبير عملاق، وزن هائل مقارنة بالنسبة لباقي الطيور، وقد يصل طوله إلى متر أو إلى 1.5 متر كحجم ضخم. أما بالنسبة للصقر، فيتشابه الصقر مع النسر حتى أن البعض قد يختلط عليه الأمر. الصقر متوسط الحجم، فهو ما بين 700 إلى 1.2 كيلو. فوزنه قليل مقارنة بالنسبة للنسر، يصل ما بين جناحي النسر إلى 180 سنتي. وأما منقاره غالبا يكون فاتحا أو مصفر، وصوته ليس عاليا. أما صوت الصقر فيكون مرتفعا وعاليا. وأما عن عنق النسر فيكون أطول من عنق الصقر، يكون عنق النسر طويل. بعض الأنواع تكون الرقبة بدون ريش صلعاء. هناك أنواع عديدة من النسور قد تزيد على 60 نوعا. والنسور من الطيور القليلة، فهي مهددة بالانقراض. والصقر لا يأكل الفريسة الميتة أبدا، وإنما يصطاد بنفسه ويأكل الفريسة وهي حية، بخلاف النسر. أما عن قدرات هذا الطائر في حاسة الشم، فلقد وهب الله هذا الطائر حاسة الشم بشكل قوي جدا. تستطيع النسور أن تحدد مكان الطعام بصورة دقيقة جدا وعلى مسافات كبيرة، وقد تصل إلى 1.6 كيلو. أما عن حاسة البصر، فهي قوية لدرجة لا تتخيلها، فتستطيع الرؤية لمسافات كبيرة جدا. وفي نهاية هذا الفيديو، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. الحياة عجائب.